السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتوني. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، إزاي هتخلي الحمام بتاعك يبيض طول السنة ويطلع زغاليل طول السنة، يكون عندك زغاليل مش هتلاحق بيها زغاليل. موضوع فيديو النهاردة إنك مش هتلاحق بيها زغاليل. هقولك على 5 حاجات. الفيديو بتاعنا النهاردة فيه 5 حاجات، لو عملتهم هتلاقي الحمام عندك مش هيبطل انتاج ومش هيوقف انتاج طول السنة. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا في الصيف، ومعظم الحمام بيريح دلوقتي في الصيف، لكن هقولك على ال5 حاجات اللي انا دايما ماشي عليهم طول السنة. نشوف الحاجات دي، هي حاجات بسيطة كلنا، في ناس كتير عارفاها وفي ناس ما تعرفهاش. احنا هنقولها برضو مراجعة مع بعض كده، والناس اللي مش عارفة تكون عرفت. لو نشوف كده، اول حاجة معانا اللي هي كلفة الحمام، واهم عنصر فيها بالنسبة لي اللي هو فول الحمام، الفول المصري اللي هو بيستخدم في التدميس. يا جماعة ناس كتير في الدول العربية ما تعرفوش، احنا بنقول لهم اسمه الفول المصري في مطاعم، المطاعم اللي بتعمل الفول والفلافل. البسلة، بسلة بيضة او بسلة خضرة. انا معايا دلوقتي بيضة، النهاردة مفيش الخضرة. في الذرة الابيض او ذرة العويجة، وفي الذرة الاصفر، تمام، زائد الغلة. يبقى كده 5 اصناف. ايوه تمام، 5 اصناف: الغلة، الذرة الاصفر، الذرة الابيض، البسلة، الفول اللي هو فول الحمام او فول التدميس. ال5 حاجات دول اهم شيء في مكونات اكل الحمام، لكن ممكن تضيف عليهم اي حاجات تانية، في ناس بتضيف عليها حاجات تانية كتير، لكن هم دول الاساسيين اللي لازم تحطهم للحمام. من غير الاصناف دي يا جماعة لازم الحمام هيريح. ده حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا اول حاجة. تاني حاجة، الكيس ده ثنائي فوسفات الصوديوم، بيضاف معلقة كبيرة على 5 كيلو اكل من بتاع الحمام ده طول العام، يعني مش هتريح منه خالص. ده في اي وقت، بتاعتي العلاج ما بتاعتيش علاج، يكون ثنائي فوسفات الصوديوم ده مضاف على الاكل بتاع الحمام، يبقى ده طول السنة مع الاكل ده. كمان الحاجة التالتة، التحديق. التحديق اللي هو مليان بمحار البحر، محار البحر والرمل، وطبعا في فيديو للتحديق احنا عملناه قبل كده، اللي هو هبقى اسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت. تبقى كده ده تالت حاجة. رابع حاجة، جروفيت بلس. ده برضو زي ما قلت لكم يا جماعة، ده طول السنة في اي، مع الاكل دايما زيه زي الاكل. التلات حاجات دول ما تنساش، التلات حاجات دول طول السنة، اللي هم دول ثنائي فوسفات الصوديوم والاكل والتحديق، دايما يكونوا موجودين قدام الحمام. طبعا ثنائي فوسفات الصوديوم بيضاف الى الاكل ده، تضيفه في مسقى لوحده او بتفرش منه في الطاجن بتاع اللي الحمام بيبيض فيه، هو هياكل منه ويبيض عليه. جروفيت بلس اللي هو رابع حاجة معانا، 3 ايام في الشهر. جروفيت بلس طبعا كلنا عارفينه، مجموعة من الفيتامينات والاملاح المعدنية والاحماض الامينية والفيتامينات النادرة يا جماعة. ده هو غالي شوية لكن يستاهل. ده 3 ايام في الشهر، تمام، زائد السيلينيوم 3 ايام في الشهر. طبعا ما ينفعش فيتامينات زي ما قلنا قبل كده وفي وجود اسهال، تمام، يبقى ما تستخدمش الفيتامينات دي، الاتنين دول في وجود الاسهال. طيب يبقى 3 ايام و3 ايام. يبقى كده نراجع على ال5 حاجات تاني، عشان بعد كده نروح نشوف الزغاليل ونشوف البيض الحمام شغال ازاي. الخلطة او الكلفة بتاعت الحمام وثنائي فوسفات الصوديوم عليها، والتحديق، جروفيت بلس، السيلينيوم المستورد. ده النوعية دي هولندي يا جماعة، عشان كده لونه اصفر كده، فيه منه اللي الناس كلها عارفاه اللي هو الابيض، لكن ده ممتاز جدا، لو جربته هتلاقيه ممتاز جدا. عموما اللي تلاقيه عموما هات نوع مستورد، في نوع تاني ايطالي لكن ما كانش موجود الا النوع اللي هو الهولندي، الاتنين كويسين. طيب نروح بسرعة كده نشوف الانتاج ايه. معنا العينة من الانتاج يا جماعة، بسم الله ما شاء الله.
زغاليل زاجل لسه صغيرين. نشوف بسم الله ما شاء الله، هنا ثلاث زغاليل كنت محضنهم مع بعض اهو، بسم الله ما شاء الله. ده زغلول فرداني، شوف بسم الله ما شاء الله، شوف الزاجل وحلاوته، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. شوف هنا مع جوز زغاليل، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. دي زغاليل نزلت من عشها واهاليها بتجهز اهو عش التاني زي ما حضراتكم شايفين، هي اللي فرشة القش ده. ودي اهالي برضو معهم زغاليلهم، زغاليلهم خرجت من العش اهو، وحصة التاني هو يعني مش الحمام اللحم بس، كمان الزاجل بيلحم. وده جوز زغاليل صغيرين معهم زغلول كبير ده متطفل عليهم جاي ياكل اكلهم مع الاهالي. وهنا اهالي برضو محصيين توم حصى، وده كمان تحتهم زغاليل ما شاء الله، الزاجل وجماله الزاجل الاسمر بسم الله ما شاء الله. طبعا مش بنغير للزغاليل دلوقتي، لما يبقى ريشها يكمل ونبقى نغير لها القش اللي تحتها او الفرش. وده القص ده تحته بيض اهو بسم الله ما شاء الله، تعال نشوف زغاليله اهو بسم الله ما شاء الله، مع زغلولين اهم جوه اهم، هذا اسمر مش باين قوي، زازي و الزغلول ده البديري. طيب نشوف بقى بسرعة كده زغليل اللحم، ده اللحم يا جماعة رقد على بيض اهو، ومعاه زغليل اهو، طاجن فيه زغليل وطاجن فيه بيض. نشوف واحد تاني كمان اللي جنبه ده اهو، زغليل بيض اهو رقد على بيض، دول معهم زغلول اهو، ويجهزهم طاجن العش التاني بيجهزهم، ده برضو مع زغلول وبيجهز العش هنا في الطاجن التاني ده. وهنا برضو لسه صغير وبيجهز العش تاني في طاجن تاني. شوف اهو ده زغلول ابن زجل، تعالى نشوف اهالي حصت هنا. النتاية دي كانت مصابة بالروشة، لكن ما شاء الله الزغلول اللي هناك ده هي اللي مطلعاه وهي اللي مأكلاه يا جماعة اهو. على فكرة تأكيل الزغليل الحمام لما بيأكل ولاده، الحمام لو مصاب بالروشة وبيأكل ولاده بيكون له علاج طبيعي وبيروقه من الروشة. هتلاقي الرقبة دي كأنها حد بيعمل لها مساج، التدليك كأنه تدليك طبيعي. حكاية التأكيل اهو، شوف الحمامة مش متوازنة تماما لكن بترقد وبتطلع زغاليل. دي كمان كانت النتاية دي كانت مصابة بالروشة اهو، بسم الله ما شاء الله نشوفها، باين عليها ان هي رقبتها لسه معوجة، لكن الحمد لله اشتغلت ورجعت للانتاج. زي ما قلت لك هي لما تأكل زغاليلها بيكون علاج طبيعي لها. كده يكون خلصنا موضوع فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.